عادي الهزة أرضية تضرب ولاية البيضة في الجزائر اليوم. إليكم التفاصيل. في في ده صباح اليوم الأربعاء 8 أيار 2024، سجل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية اليوم الأربعاء هزة أرضية في ولاية البيضة. وأفاد ذات المصدر تم تسجيل الهزة الأرضية على الساعة 10:43 صباحا بشدة 3.7 درجة على سلم ريشتر. هذا وحدد مركز الهزة ب21 كيلومترا جنوب شرق البيض ولاية البيض. نتمنى لكم السلامة جميعا. هذه جميع التفاصيل المتعلقة بالهزة الأرضية التي وقعت في ولاية البيض اليوم. في نهاية الفيديو لا تنسونا باللايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء.